مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة فطور او عشاء جدا سهلة وسريعة وكتير طيبة. اول شي عنا هذا الخبز، انا عملته هلا، بحط لكم الرابط للخبزات هيدول مع الفيديو. بندورة، سلامي، جبنة مازوريلا وزيتون. بسم الله، حط الجبنة بهذا الشكل، طريقة كتير طيبة وسهلة كمان. حط بندورة، كمان بحط بندورة بهذا الشكل. حط عليهم السلامي، نفس الشيء كمان حط زيتون. نطبقهم ونحطهم بالتوستر بالجريل بهذا الشكل. نحطهم بهذا الشكل، لنشوف كيف صاروا هلا. بسم الله، اذا ذابت الجبنة بنتأكد منها. هيدي الجبنة بابي، صاروا جاهزين للتقديم. بسم الله، وجبة كتير طيبة وسهلة وسريعة. نشوف مع بعض كيف الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي، شفتوا كيف؟ هذه الوجبة اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.